بسم الله الرحمن الرحيم. أحدثكم الأستاذ السعد دكتور علاء حسين الزهيري من جامعة بغداد. نتحدث اليوم عن solution of ordinary linear differential equation with variable coefficients اللي ما يطلق عليها بالأولر or Cauchy differential equation. هذه المعادلات لها صيغة عامة، لها standard form، هي كما أمامكم. ومن ملاحظ من هذه الصيغة أن رتبة المتغير المعتمد تساوي درجة المتغير المستقل المرافق له. يعني الكوفيشنت عند درجة أي أس مساوي إلى رتبة المتغير المعتمد اللي مجاورة، يعني الواي، يعني الأكس لها أس مساوي إلى رتبة الواي. فتلاحظون هنا أي نوت، أي نوت مقصود بها كونستانت، هذا أكس أس أن مضروبة في واي مشتقة النونية مشتقة الان، فمعناها درجة الاكس تساوي المشتقة. كذلك الترم الثاني زائد اي وان اكس اس ان ناقص واحد في مضروبة في واي مشتقتها ان ناقص واحد زائد اي تو اكس اس ان ناقص اثنين مضروبة في y لها مشتقة n ناقص 2، وهكذا نقاط كذلك إلى أن نوصل إلى ما قبل الأخير، وهي أي أس أي n ناقص 1 أي n ناقص 1 ما قبل الأخيرة مضروبة في x أس 1 S x أس 1 مضروبة في y ذات المشتقة الأولى في مشتقة الواي الأولى، زائدا أي n الآن مضروبة في X أس صفر اللي هي واحد، فما يظهر. تدرون أي شيء تعرفون من الرياضيات أي شيء أس صفر ما يظهر، فإذا هنا الأكس لم تظهر. ليش ما ظهرت؟ لأنه الصفر في Y بدون مشتقة تساوي صفر. هذه المعادلة يطلق عليها معادلة أويلر أو كاوتشي إكويشن. هنا السوليوشن راح يتم مثل ما تحدثنا في المحاضرة السابقة ب استخدام حل ضمني يسمونه implicit solution. ايش راح نسوي؟ راح نفرض نقول الx تساوي e to the x e to the z x، راح نفترض عندنا فد متغير جديد اسمه z ونجعل علاقة بين الx والz، فنقول ان الx تساوي exponential of z، or اذا اخذنا مشتقة او اذا اخذنا ln، العفو اذا اخذنا ln فلن الاكس يساوي زت اور زت يساوي لن اكس. حتى نفهم هذا الموضوع بتفاصيله كلها الافضل ان نذهب الى معادله الى حل مثال. يعني انا اللي اتمنى ان تكون واضح هنا، عيد شيء على السريع، انه هنا درجه الاكس زين مساويه لرتبة الواي، درجة الاكس مساوي لرتبة الواي وهكذا. والفرضية مالتنا اكس تساوي اي تو ذا زت بأخذ اللين، لين اكس تساوي زت اور زت تساوي لين اكس. خلنا ناخذ مثال ونشوف طريقة الحل. مثال solve the following Euler or Cauchy equations. هنا بالمثال ليه سماها Euler أو Cauchy؟ لأنه تلاحظون هنا الـ X أس 3 مرافق للمشتقة الثالثة، وكذلك الـ X تربيع مرافق للمشتقة الثانية، والـ X وحدها مشتقة مرافق للمشتقة الأولى، أما الـ X أس 0 اللي هي ماكو مشتقة للـ Y. فإذا الـ X هنا ترافق في أس الأس الأكس أس الأس مرفوع القوة، الأكس مرفوع القوة بنفس رتبة الواي المرافق لها. الآن إحنا إذا نفترض الحل اللي فرضناه اللي هو زت يساوي لين أكس، زت يساوي لين أكس كما أمامكم، زت يساوي لين أكس، هذا زت يساوي لين اكس. لو نجي نشتق الزت دي زت على دي اكس، شنو مشتقة الاكس؟ واحد على اكس. اذا نشتق
دي زد على دي اكس تساوي واحد على اكس. منها راح نستفاد منها الواحد على اكس ومشتقة الدي زد على دي اكس، مشتقة الدي تو زد على دي اكس على دي اكس سكوير، راح يصير لنا فتيان بواحد على اكس ربيع. هذا الواحد على اكس او اكس ربيع او اكس كعيب راح يحذف لنا الاكس والاكس ربيع والاكس كعيب المرافقة للوايات. لاحظ هنا باتشين رول دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس حسب تشين رول تساوي دي واي على دي زت في دي زت على دي اكس. وهذا شو ينتج؟ دي اكس على دي زت نعرفه، هذا هذا التيار الثاني اللي قد يساوي قلنا واحد على اكس. فإذا يطلع لي واحد على اكس مضروبة في دي واي على دي زت، وهذا دي واي على دي زت اقدر اعبر عنه بالتعبير الاتي، اقول واحد على اكس واي اخلي لها دائره وليس داش حتى تبين انه هي هاي مشتقه الواي بالنسبه للزت، مشتقه الواي بالنسبه للزت. الان حتى اطلع المشتقه الثانيه، حتى اطلع المشتقه الثانيه راح اجي اقول هنا ايضا المشتقه الثانيه دي 2y على دي اكس سكوير، المشتقه الثانيه للواي بالنسبه للاكس تساوي دي على دي اكس لدي واي على دي اكس، ما سوينا شيء فتحنا، وتساوي دي على دي اكس الدي واي على دي اكس اشتقيناها واحد على اكس طلعت لنا في دي واي على دي زت. زين الان عندي شيئين مضروبات متغيرين مضروبات بعضهم ونريد ناخذ لهم مشتقه، فايش يصير قانون الضرب؟ مشتقه الاولى في الثانيه زائد الثانيه زائد الاولى في مشتقه الثانيه، مشتقه الاولى في الثانيه زائد مشتقه الثانيه في الاولى. اذا راح يساوي مشتقه الاولى ناقص واحد على اكس ربيع في الثانيه دي واي على دي زت زائد مشتقة الثانية في الأولى، الأولى واحد على X، مشتقة الثانية يصير في دي 2Y على دي زت. زين سؤال، هاي من اشتقنا دي واي للدي زت اشتقيناها، لازم ايش نشتق؟ نشتق اشتقاق ضمني اللي هو دي زت على دي اكس، دي زت على دي اكس نستعمل تشين رول تصير دي زت على دي اكس. بالنتيجة يطلع واحد ماينص واحد على اكس ربيع في دي واي على دي زت زائدا واحد على اكس في دي تو واي على دي زت سكوير في دي زت على دي اكس يساوي واحد على اكس كما بينا قبل قليل. وبالنتيجة يطلع عندي ماينص واحد على اكس ربيع نفتح قوس صير دي واي على دي زت زائدا ناقص دي واي على دي زت زائد دي تو واي على دي زت سكوير. يعني اذا بالطريقة اللي سويناها مع الدوائر في واي دبل دوت ناقص واي دوت، هذا هو الجواب النهائي اللي هو هذا نفسه واحد على اكس ربيع على المشتقه الثانيه مال دي مال واي بالنسبه للزت زائد ناقص المشتقه الاولى مال واي بالنسبه للزت. نصعد شويه نقول المشتقه الثالثه، المشتقه الثالثه كمان بين امامكم هي مشتقه المشتقه الاولى مشتقه المشتقه الثانيه عفوا. فهنا نقول دي 3y على دي اكس اس 3 تساوي دي على دي اكس لدي 2y على دي اكس سكوير. الدي 2y على دي اكس سكوير عرفناها تساوي 1 على اكس ربيع في ماينص دي واي على دي زت زائد دي 2y على دي زت سكوير. الان نفس الشيء عندنا
الأولى مشتقة الأولى في الثانية زائد مشتقة الثانية في الأولى. نجي مشتقة الأولى إيش قاعد عندي؟ واحد واحد على إكس تربيع، إيش يصير؟ اثنين على ماينس اثنين على إكس أس ثلاثة. ليش؟ لأن أنا الإكس تربيع يعني معناها إكس أس ناقص اثنين، الناقص واحد أصير إكس أس ناقص ثلاثة، يعني بالمقام إكس أس ثلاثة. ونضرب في الأس الأصلي اللي هو اثنين فصير ماينس اثنين على إكس أس ثلاثة. هاي كلها شو تمثل لي؟ مشتقة الأول. في الثاني اللي هو ماينس دي واي على دي زد زائد دي 2 واي على دي زد سكوير، يعني نانا، خلينا نشرح بالقلم، نانا هذا مشتقته اصبح هالشكل، وهذا نفسه خلينا هنا ما غيرنا بشيء، زائد الان الاولى في مشتقه الثانيه، الاولى واضحه نفسها هي هاي، مشتقه الثانيه نجي على القوس الاول ماينس دي واي على دي زت، شنو مشتقتها؟ تصير ماينس دي 2 واي على دي زت مضروبه في دي زت على دي اكس. ليش؟ باعتبار احنا عندنا تشين رول، عندنا اشتقاق ضمني، اشتقاق، لان انا اذا اشتق الواي بالنسبه للزت، الزت هي اصلا فانكشن من اكس، فلازم اقول دي واي على دي زت او دي 2 واي على دي زت تصير دي واي على دي زت مشتقتها دي 2 واي على دي زت مضروبه في دي زت على دي اكس، فدي زت على دي اكس هي دي زت على دي اكس هو هذا زين، وهذا طبعا راح نشوفه يساوي واحد على اكس، ونفس الشيء هنا الجزء الثالث دي 2 واي على دي زت سكوير يصير دي 3 واي على دي زت كيوبك مضروبه في دي زت على دي اكس، وهذا ايضا يساوي واحد على اكس، فصار عندي واحد على اكس عامل مشترك اطلع خارج قوس يصير ماينص 2 اكس اس 3 ماينس دي واي على دي زت زائد دي 2 واي على دي زت سكوير زائدا واحد على اكس تكعيب، هذا صار واحد على اكس تكعيب. ليش صار واحد على اكس تكعيب؟ هذا من ضربنا واحد على اكس العامل المشترك في واحد على اكس تربيع مضروبه في ماينس دي 2 واي على دي زت سكوير زائد دي 3 واي على دي زت كيوبيك. نرتب الحدود يصير واحد على اكس تكعيب، نجمع المشتركه، لاحظ هذا مشترك ويا هذا، هذا اثنين مضروب وهذا واحد فيصير ثلاثة ماينس ثلاثة، وهذا واحدة هذا واحدة نفسه، وهذا يكون اثنين لمن اثنين مضروب في اثنين هذا زين. إذا بالنتيجة واحد على اكس كعيب في دي 3 واي على دي زت كيوبك ماينس ثلاثة دي 2 واي على دي زت تربيع زائد اثنين دي واي على دي زت. احنا هنا فرضنا انه دي واي على دي زت واي ام الدائره واي دوت، ينتج انه دي 2 واي على دي زت سكوير ساوي واي دبل دوت، ودي 3 واي على دي زت كيوبك ساوي واي 3 دوت. اذا دي واي على دي زت هي واحد على اكس في واي برايم. و دي 2 واي دي 2 واي على دي اكس سكوير هي واحد على اكس تربيع في واي دبل برايم ماينس واي نوت، ودي 3 واي على دي اكس كيوبيك واحد على اكس اكس 3 في واي تربل برايم ماينس 3 واي دبل دوت زائد 2 واي نوت. هذا نحتاجه الان نعوض هذول الثلاثه، هذول نعوضهم بالمعادله التفاضليه، نعوض في المعادله التفاضليه. فنجي انا عندي اكس كعيب اصلا بالمعادله موجوده في المشتقه الثالثه اللي هي دي 3 هاي دي 3 واي على دي اكس اس 3، هذا الجزء هذا يمثل لي المشتقه الثالثه مضروب في اكس كعيب، هذا الاكس كعيب راح تختصر منها يبقى بالنتيجه بس المشتقه هاي يعني مضروب في واحد نانا 4 اكس تربيع هاي بالمعادله الموجوده مضروبه في مشتقه دي 2 واي على دي اكس سكوير، وهنا نستطيع اختصار الاكس تربيع، نحذف الاكس تربيع فيصير عندي بالنتيجه 4 في واي دبل برايم دبل دوت ماينس واي دوت.
ناقص 5x هاي موجودة في المعادلة التفاضلية، أخلفها ويا هاي الواحد على x فصير عندي 5 y دوت ماينس 15 y يساوي صفر. بالنتيجة y تربل برايم زائد 4 y دبل y y y 3 دوت ماينس 3 y دبل دوت زائد 2 y دوت زائد 4 في y دبل دوت ماينس y نوت ماينس 5 في y دوت ماينس 15 y يساوي 0. نفتح الأقواس ونجمع الحدود المتشابهة يطلع عندي y تربل دوت زائد y دبل دوت ماينس 7 y برايم ماينس 15 y يساوي 0. هاي الآن تحولت، هاي المعادلة الآن تحولت إلى معادلة تفاضلية، تحولت إلى معادلة تفاضلية. With constant coefficients. لاحظوا ال y triple dot coefficient مالها واحد constant، وهي أيضا واحد constant، وهي ماينس 7 constant، وهي ماينس 15 constant. هذه المعادلة نحلها بطريقة المعادلة المميزة. فنجي هنا راح نقول أم تكعيب عن ال y triple dot زائد ام تربيع عن الواي دبل دوت ماينس 7 ام عن الواي دوت ماينس 15. هذا المعادله لانه من الدرجه الثالثه نحلها باستخدام التجزئه. طبعا انتم بامكانكم ان تحلوها بطريقه اخرى، تعتبر الام 1 تساوي 1 وتحل، يعني تطلع خارج قوس ام ناقص 1 وتحل باي طريقه اللي انت تشوفها مناسبه تحلها. نعم بالتجزئه حليتها، فقلت هاي المعادله الاربعه اجزاء راح البولينومي الرباعي راح احوله الى معادلتين. راح اقول ام تكعيب زائد 4 ام تربيع، انا عندي ام تربيع ناقص 3 ام تربيع، ف4 ناقص 3 1 تصير ام تربيع، زائد 5 ام ناقص 12 زائد 5 ناقص 12 تعطيني ناقص 7 اللي هي هنا موجود، زائد 15 يساوي 0. من المعادله الفوقانيه الاولى عندي عامل مشترك ام، نعم عامل مشترك هو ام، ومن هنا عندي عامل مشترك هو 3، فأشوف نفسي أم في أم تربيع زائد 4 أم زائد 5، ومن المعادلة الثانية ماينس 3 طلع خارج قوس صير أم تربيع زائد 4 أم زائد 5. لو أجي أباوع على ذول الآن أشوفهم، أشوف هناك عامل مشترك اللي هو القوس. لاحظ هنا من طلعنا الأم صار هذا القوس عندي أم تربيع زائد 4 أم زائد 5، ومن طلع الناقص 3 طلعنا ناقص عامل مشترك صار عندي أيضا هذا هو القوس موجود أم تربيع، أم تربيع زائد 4 أم زائد 5 زائد 5. فبالنتيجة الآن القوس هذا هو عامل مشترك، فيصير أطلع القوس عامل مشترك اللي هو أم تربيع، هنا أطلع القوس خارج قوس، القوس كله عامل مشترك، فيصير هنا أم، هاي الأم تجي هنا وهنا تجي ناقص 3، فيصير أم ناقص 3 في أم تربيع زائد 4 أم زائد 2. أما أم ناقص 3 يساوي 0 بيطلع أم 1 يساوي 3، أو الأم تربيع هاي المعادلة كلها تساوي 0، وهاي معادلة لا يمكن حلها بالتجربة، يعني الخمسة ما ممكن نجزئها طلع منها 4، لذلك تنحل بالدستور. شو نحل بالدستور؟ ماينس بي زائد ناقص جذر بي سكوير ماينس 4 اي 4 سي على 2 اي. فاذا هنا من نحل يطلع عندي ناقص 4 زائد ناقص 16 ماينس 20، 16 ماينس 20 يطلع جذر خيالي. ايش نسوي؟ الاربعه هنا يصفى ناقص 4، هذا يطلع بالنتيجه قيمته هذا جذر خيالي غير 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 خيالي غير حقيقي، جذر غير حقيقي يطلع قيمته ناقص 4 ويساوي 2 في جذر ناقص 1 اور 2 اي. عندي هنا 2 عندي بالمقام 2 تختصر، الاربعه تختصر ايضا تبقى ناقص 2، فبالنتيجه يطلع عندي ناقص 2 زائد ناقص اي. اذا حل المعادله، الحل اللي هيش حاله بال كنا احنا اذا عندنا كان جذور خياليه او غير حقيقيه الحل يكون واي اوف زد، لاحظوا اوف زد مو فلس، يساوي سي 1 في اي تو ذا
3 ازت هاي طلعناها من الجزء الاول، زائد نجيب الناقص 2 نخليها اس للاي تو ذا ماينس 2 اكس او زت العفو مضروبه في قوس الكبير اللي هو سي 2 في كوساين زت زائد سي 1 سي 3 في ساين زت. هذا هو الحل. الآن نعوض عن كل زت، احنا قلنا زت نعوض عن كل قلنا زت بلين اكس، فيصير الواي اوف اكس راح تساوي سي 1 في اي تو ذا 3 لين اكس زائد اي تو ذا ماينس 2 لين اكس مضروبه في سي 2 في كوساين لين اكس زائد سي 3 في ساين لين اكس. هاي اللين يروحوا يا الاي اختصر، اللين يختصروا يا الاي فصير y of x بالنتيجة بالنتيجة y of x تساوي إلى c1 في x أس 3 زائدا هنا ناقص يصير في واحد أو x سالبية بس ناقص 2 مضروبة في C1 كوساين لين اكس C2 العفو الحقيقة مو C1 هاي زائد C3 في ساين لين اكس. هاي نقدر نخليها واحد على جذر تصير بالنتيجة C1 اكس أس 3 زائد واحد على x تربيع مضروبة في c2 كوساين لين x زائد c3 ساين ساين لين x. وهذا هو الحل النهائي. زين هذا هو الحل النهائي، هذا هو اللي أمامكم. هنا أنا نعطينا هوم وورك 3 معادلات، انا ان شاء الله احولها الى قلت لكم الى هوم وورك حتى تحلون تقدمون كله. انتم بس حلوه بورق وخلوه ينكم من اقدم لكم ال الاساينمنت اسوي لكم ان شاء الله. عندنا المعادله الاولى تشبه المعادله اللي حليناها فقط اختلاف البارامترز ايضا تنحل بسهوله. المعادله الثانيه الحل التمرين الثاني بعد أسهل من الدرجة الثانية. الثالث شوية بفكرة أنه يعني ممكن ما عندي زت يساوي لين اكس راح أفرض أنه زت يساوي لين أي اكس زائد بي أي اكس زائد بي فيطلع عندي بالنتيجة دي زت على دي اكس أي على أي اكس زائد بي. هاي الفكرة من هذا السؤال الثالث.